حياكم الله مشاهدينا، أهلا بكم. كتب نائب رئيس مجلس السيادة في صفحته الخاصة على الفيسبوك: نتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لشعب دولة الإمارات العربية الشقيقة وللأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع في وفاة رئيس دولة الإمارات العربية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي انتقل إلى جوار ربه يوم الجمعة بعد مسيرة عامرة بالبذل والعطاء. وقال حميتي: لقد كان الفقيد قائدا عظيما سعيا بالخير والفضيلة، مناصرا لقضايا الأمتين العربية والإسلامية والمنطقة بأسرها. رحم الله الشيخ خليفة وأسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء. وفي ذات الإطار، قدمت وزارة الخارجية أحر التعازي وصادق المواساة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في وفاة الشيخ الخليفة آل نهيان، وأيضا قدمت التعازي لحكومة وشعب الإمارات العربية المتحدة. وقالت الوزارة في بيان أصدرته أمس إنها إذ تنعيه فإنها تنعي عقودا من الحكمة والقيادة الرشيدة، حيث ساهم الراحل في توحيد الأمة العربية في منعطفات كادت أن تعصف بالمنطقة، وكان نموذجا متفردا وقائدا محنكا نهلا من معين شيوخ الإمارات وآبائها المؤسسين. وأضاف البيان إنه وفي عهده ازدهرت العلاقات السودانية الإماراتية بشكل مضطرد. نعت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى السودان الراحل المقيم المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي لبى نداء ربه صباح اليوم الجمعة ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره. وقالت في بيان إنها تنعي لشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة. وأضافت: لهذا المصاب الجلل تفتح السفارة سجل التعازي في وفاة قائد دولة الإمارات وراعي مسيرتها اعتبارا من صباح اليوم السبت ولمدة أسبوع في منزل سعادة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في الحي الراقي، وذلك اعتبارا من الساعة 9 صباحا وحتى 4 مساء. وفي الجانب المحلي، دكتور نور الهادي آدم عثمان المدير العام لوزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي الوزير المكلف أمس استقبل بمقر مركز خدمات الأسماك وفد اليونتاميس ممثلا في السيدة كريستيان والسيد أليس، حيث رأس الدكتور نور الهادي الاجتماع المشترك مع وفد اليونتاميس ومدراء الإدارات العامة والمتخصصة بالوزارة. وفي استهلالية الاجتماع، استعرض الدكتور نور الهادي مهام وأدوار وزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي من منظور بناء السلام، مؤكدا أن تأسيس الوزارة يصب في تنفيذ اتفاقية السلام والمحافظة على الموارد الهائلة التي يحظى بها الإقليم في مجال الثروة الحيوانية. وتناول نور الهادي أوضاع الوزارة وجانب من المشروعات المنفذة وفرص الاستثمار، فضلا عن الشراكات المتميزة مع المنظمات العاملة في هذا المجال، وتطرق للتحديات التي تواجه وزارته في جانب البنيات التحتية وبناء القدرات وضعف التمويل، كاشفا عن أبرز ملامح خطط الوزارة للعام 2022 والفرص المتاحة للنهوض بقطاع الثروة الحيوانية، خاصة وأن الإقليم يجاور دولتي أثيوبيا وجنوب السودان، وضرورة دعم هذا القطاع حتى يطلع بأدواره في حماية وتنمية وتطوير الثروة الحيوانية. وأضاف نور الهادي إن وزارته تولي صغار المنتجين اهتماما متعاظما، وفي خطتها جملة من المشروعات للعائدين والنازحين وتمكينهم من الاستقرار. وأعرب عن شكرهم وتقديرهم لوفد اليونتاميس لتفقده أوضاع الوزارة والتعرف على إمكانيات الإقليم في مجال الثروة الحيوانية والسمكية والترتيبات الجارية لتنزيل اتفاقية السلام لأرض الواقع.
أعلنت الإدارة العامة للقياس والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم انتهاء فترة التقديم لامتحان شهادة التعليم الأساسي للعام 2022، والتي حددت في تاريخ سابق بيوم 20 من أبريل 2022، وسوف تعلن أرقام الجلوس خلال هذا الأسبوع. وقال الأستاذ زكريا محمد محمود مدير الإدارة العامة للقياس والتقويم إن حالة استنفار قصوى وحركة دؤوبة تكتنف مكاتب إدارته من جميع العاملين بها لوضع اللمسات الختامية لامتحان شهادة التعليم الأساسي بعد أن اكتملت كافة الترتيبات والإجراءات اللازمة لها. رياضيا، يزدل الستار مساء اليوم على فعالية دورة الأولى من النسخة 27 لبطولة الدوري الممتاز بلقاء القمة الهلال والمريخ بملعب قلعة الشيكان في مدينة الأبيض. ويتشابه الهلال والمريخ في الكثير من المعطيات، حيث لا فوارق بينهما سوى على مستوى الترتيب، والذي يأتي في اتجاه المريخ المتصدر بفارق صافي الأهداف وب 36 نقطة، وهو نفس عدد نقاط حامل اللقب مع مراعاة فارق الأهداف. يعتبر المريخ هو الطرف الأفضل هجوميا ودفاعيا، وسيحتاج من أجل البقاء في المركز الأول للتعادل أو الفوز. أما بالنسبة للهلال فهو المنافس الذي لن يقبل بإهدار المزيد من النقاط بعد التعثر أمام توتي في المباراة الماضية، ويحتاج الفوز بالعلامة الكاملة من أجل العودة مجددا للصدارة. وتحمل المواجهة طابع الثأر ورد الاعتبار لانتصار الهلال في آخر ديربي على مستوى الدوري الممتاز في النسخة الماضية بهدفي الغربال وياسر مزمل في الموسم الماضي. وبالتالي فإن المريخ لديه دافع الفوز من أجل الثأر، في حين أن الهلال يسعى إلى تأكيد التفوق، ويملك كل طرف الأدوات مما يجعله مرشحا للفوز. ختام نشرة أخبار العشرة من صباح البلد، عودة مجددا للزميل صدام محمد صالح واستكمال ما تبقى من تفاصيل صباح البلد.